السلام عليكم مس دعاء، انا الامتحان يوم 2/4. الامتحان يعني لحد ما كان كويس شويه، ما كانش جايب فيه اسئله كتير جديده. تمام، اول حاجه اللي هو البوت الاول بتاعي يعني لحد ما كان كويس، البوت الثاني هو اللي كان لافف معاي. تمام، الجال السؤال اللي هو هضيع على جرح جاف هيبقى هنلبس جلوفز. تمام، جالي السؤال اللي هو المريض اليون بتاعه ضوق. تمام، هتبقى دي هايدريشن. جالي اللي هو مريض عنده مشكلة في العين، هنجهز ايه لحد ما يوصل الدكتور، اللي هو هنجهز المزار بتاع العين اللي هو في سالميكسكوب. جالي اللي هو بتاع البرينيا الكيو للست اللي هو سويس واب فرونت تو باك، اللي هو التلات غرف بتوع حسن الختام. جاتلي واحدة بس جديدة والله مش فاكرها كويس، هي فيها مريض اعمى ومريض ما بيسمعش، بس والله مش فاكرها كويس اساسا، وكنت متلخبط بينهم اللي هم كان اقرب حلين، اللي هو يعني اللي هو هنختار المساعد هيدخل المريض الاعمى او المريض اللي ما بيسمعش، مش ما كنتش اللي هو ما كنتش عارف ترجمها اساسا. اللي هو العصا هنمسكها في اليد ان هي اللي هي دومينانت هاند. السؤال اللي هو بتاع الممرضة اللي عطست في الاكل ده، هيبقى هنغير الصينية. جالي الست اللي هي بتغير لطفلين، اللي هو هتغسل ايديها بين كل طفل وطفل عشان ما تنقلش البكتيريا من طفل للتاني. جالي المريض اللي هو هيمشي بالكان. تمام، اللي هو هيمشي بالرجل الضعيفة وبعدين الرجل القوية. جالي المريض اللي هو فيري سوست، هتبقى بوليديبسيا. وجالي اللي هو المريض اللي بيجيب دم من النويز ده. تمام، بس انا والله كنت محتار بينهم ان هو هخلي وشه اللي هو باتجاه الارض، ولا اللي هو احط بنداج اضغط اللي هو جنب الانف على طول. جالي السؤال اللي هو السند والمسج والريسيفر، اللي هو ده ايه نوع التواصل، اللي هو يبقى فيربال كوميونيكيشن. رجال المريض اللي عنده شلل في رجليه الاثنين. تمام، هقول له انا اللي هعمل لك الكير بتاع البرينيال من غير مساعده منك. وجالي الطفل اللي هو رايح اسيب له عينه، ولقيت الهيل بتاعه اللي هو بلو، هلف البتاع ده ببطانيه، هلف الهيل ببطانيه. جالي السؤال اللي هو بتاع الفيتال ساينز، هيبقى الضغط فيه عالي. جالي السؤال اللي هو بتاع تي اي دي، ده هتبقى 3 مواد في اليوم. المريض اللي هو متعور في ايده الشمال وعايزين نسحب له عينه، فهنسحبها له من ايده اليمين. جالي السؤال اللي هو المساعد هيخلع الجون ازاي، اللي هو باتجاه بعيد عن اليونيفورم بتاعه وبعيد عن لبس المريض، عن لبسك انت. جالي السؤال اللي هو بتاع اللي هو شاب جاي لك الاستقبال. تمام، وعنده كسر، فهتعمل ايه؟ اللي هو هتثبت الكسر لحد ما الدكتور يجي. اللي هو الممرضة اللي لقيت فلوس وحطتها في البوكت بتاعها اللي هو في جيبها، فتبقى دي انتجريتي. جالي اللي هو المريض اللي بقاله يومين ما اتحركش ده، فهنحركه من على السرير، اللي هو هنخليه يقعد على الحافة بتاعت السرير اللي هو دانلينج اون ذا ايدج اوف ذا بيد. المريض اللي هو بيتأكله شوكينج، فهنعمل ابدومينال ثرست او هيملك مانوفر. جالي اللي هو كنت بتهتم بمريض وخلاص مات واهله عايزين يكافئوك، فهيدوك اللي هو بتاع القرض ده. جالي السؤال اللي هو مريض عنده ميجناتايتيز اللي هو التهاب الصحي ده، فنسحب لها ايه عينه؟ اللي هنسحب لها سي اس اف، وهتسحب عينه لست حامل، دي اللي هنسحبها في المورنينج. اللي هو هتسحب لست عندها 32 سنه، دي هتبقى من استوريتد. وجالي ان انت هتسحب عينه بول. تمام، والجهاز هيشتغل بعد ساعتين. تمام، فاللي هو هنحطها في التلاجة. السؤال اللي هو مريض اللي هو عنده انجينا. تمام، وعنده ألم في كتفه، ده اللي هتبقى هارت اتاك تقريبا. جالي السؤال اللي هو بتاع العمق بتاع السي بي ار ده. تمام، بس جابلي اللي هي 1.5 انش، دي اجابه، وجابلي اللي 2 انش اجابه. تمام، فانا اخترت اللي هي 2 انش، اللي هي تبقى حوالي 5 سم. دي المريض اضلت تقريبا. جالي السؤال اللي هو بوست برينديال، ده اللي هي تبقى بعد الوجبات افتر ميل، كان جايبها هي بس، يعني هي بس دي اللي هي ما كان يعني هي تعتبر اقرب اجابه، يعني اللي هي العلاج اللي بيتاخده بعد الوجبات.
وجالي الصورة اللي هي بتاعت واحد تاني ايده كده تبقى فليكس عشان واضحة خالص. الصورة اللي هي في جهاز زي جهاز الضغط ده بيقيس ملفوف على رجل من تحت تمام، وجنبيه الجهاز اللي هو بينور في رجل ده. فبيقول لك الجهاز ده بيستخدم ليه؟ بيستخدم اللي هو للسيركيوليشن، لما عرفت السيركيوليشن جايب لك اللي هو لقياس الضغط ولا للسيركيوليشن، فانا اخترت اللي هي بتاعت السيركيوليشن اللي هو زي الدوبلر ده. السؤال اللي هو بتاع المريض اللي هو لحد الساعة 8 كان جايب 50 ولحد الساعة 10 جاب 100، فآخر شيفت بقى هيبقى جاب كام؟ هيبقى اللي هو يبقى جاب 50 ده. السؤال برضه اللي هو مريض اللي هو دخل له 4 لتر، فكان جايب لي الإجابات هيبقى جاي لي 4000 ملي متر ولا 4000 ملي لتر، يعني كان جايب لي 4000 تمام، بس كان مغير في وحدة القياس. اوضه الست الحامل اللي هي بتعمل الترا ساوند دي هتبقى فال بلادر. وجالي سؤال النحله برضه تمام، وجالي اللي هو الممرضه اللي عطست في اكل المريض ده، هنجيب صينيه تاني. السؤال اللي هو انت بتسحب عين المريض ده تمام، اللي هو هتنزله على الارض الاول ولا هترفع له رجله الاول؟ فانا اخترت زي ما انت قلتي في الشرح بتاعك يا مس دعاء اللي هو هندليه على الارض الاول. جالي السؤال اللي هو بتاع النتيجة بتاعت التحليل التخارط للمريض وهو كان متعصب، فهنقول للمريض ان ده بيحصل عادي تمام. وجالي السؤال اللي هو بتاع اوسيوتايتس ده، فده هيبقى انفلاميشن ان ذا جوينت تمام. اللي هو بتاع مريض مش مرتاح في وضع الاساتومي، فما كانش جايب للدوسل فاخترت السيمز. وجالي المريض اللي هو حاطط باتش على عينيه ده تمام، فاللي هو هنأكله بطريقة الساعة. وجات لي زي هو صورة جاب لي حمام تواليت تمام واللي هو فيه سندات ده، فبيقول لك المريض هيستخدم السندات دول في ايه؟ اللي هو هيستخدمهم عند لما يجي يقوم من على الكرسي يقعد على التواليت. وجالي السؤال اللي هو بتاع الست اللي عايزة المجلات دي، بس بصراحة كان جايب لي اجابتين متشابهين خالص تمام، فكنت محتار بينهم تمام. اللي هو انت هتقول لها انت مش محتاجه المجلات دي، او سؤال تاني كان بص نفس الاجابتين بس كان مغير في الكلام. يعني السؤال اللي هو المريض اللي متعور في الفوق ايرم دي، جالي اللي هو هتعمل ضغط على البريكيال ولا هتعمل ضغط مباشر على الجرح؟ فانت حضرتك كنت مس دعاء جاي لان انت ما دامت ما جايبلكش نوع الارتري فانت هتعمل ضغط مباشر على الجرح فاخترتها. جالي المريض اللي هو عنده زهايمر وما كانش عارف الاوضه بتاعتي، فنحط بروجكتش هدف واضحة يعني قدام أوضة المريض. السؤال اللي هو بتاع الست اللي هي عندها 82 سنة ده وما عندهاش أي حاجة تمام، اللي هي اللي عندها إعاقة لا جسدية ولا نفسية ولا عاطفية تمام، فأنا اخترت اللي هو اللانجوش امبيرمنت زي ما حضراتكم قلتوا، بس مش متأكد منها كان جايبها لي الهيرنج امبيرمنت برضه. اللي هو سؤال اليون اللي هو 900 و600، فأنت هتختار 300. هو سؤال اليون اللي هو 900 و600، فانت هتختار 300. والله الامتحان يعني كان جايب لي اجابات كتير، يعني بص يعني الاجابتين صح انت فاهمها، اللي هو الاجابات واخدينها على بعضيها يعني في حسن ختام. قسم لي الاجابه اللي هو جايب لي الاجابه على مرتين تمام، اللي هو اجابه اه واجابه او اجابه بي، يعني جايب لي اجابات متشابهه خالص وانت عليك ان انت تختار. ودعواتكم بالنجاح بالله عليكم يعني، ويعني ربنا يكرمكم ان شاء الله ويوفق الكل، وان شاء الله لو افتكرت حاجه تانية هبعتها تاني. والله السؤال اللي هو ازاي بتاعت المريضه اللي هتبقى بروفيشنال دي اللي هي هتشتغل ومحدش يعرف ان هي بتشتغل، يعني مش هتشتغل قدام حد. جالي السؤال اللي هو تالت سؤال في حسن الختام ده، اللي هو اللي كنا مختلفين عليه، اللي هتبقى بيولوجيكال ولا كيميكال تمام. جالي السؤال اللي هو بتاع برضه بتاع تعقيم المنظار ده، اخترت اللي هي تبقى كيميكال. جالي المريض اللي هو ايه اللي اكتر ناس اللي هي متعرضه للسقوط، جايب لي تشيلدرن ولا الالدري؟ فانا في غيس كانوا في غيس كانت مكتوبه اللي هي تشيلدرن دي، بس يعني انا شفت ناس كتير حلها في الفويسات اخترت الالدري يعني بصراحه. وجالي السؤال اللي هو بتاع البت اللي عامله انيما دي ومكسوفه، فهنجيب لها البت سايد كومود. جالي السؤال اللي هو بتاع الممرضة اللي نسيت الملاية دي، فاللي هي هتلبس أكتر إجابة فيها بي بي إي، فيها 2 بي بي إي. السؤال اللي هو بتاع واحد صاحبك بيسأل على حالة في المستشفى، فأنت هتقول له إن أنا ما عنديش قدرة إن أنا أحكي عن أي حاجة بتحصل في المستشفى. قولين بصراحة عن تيوبر كلوزس تمام، ودول اللي هم كانوا واقفين معايا برضه
تمام. السؤال اللي هو بتاع مريض عامل عملية ودرجة حرارته عالية اللي هي 39، تمام، وعايزين له عينة. فأنا اخترت اللي هي هنعمل كير للماوس بتاعه. السؤال اللي هو القرطف ده اللي هو بتاع بلاد بريشر، تمام، وجالي اللي هي وضع الجبيرة هتبقى فين، هتبقى أبوف ذا هيرت ليف. السؤال اللي هو بتاع الست اللي بتسيء للطفل بتاعها، فانت هنعمل نوتفاي ذا نيرس. فشكرا خالص لحضرتك يا مس دعاء، والله يعني ربنا يجزيك خير، تمام، وادعوا لي ان انا انجح يعني، والله ادعوا لي بالله عليكم.